أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الكرام، حياكم في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله دروس سلسلة القرآن الفجر، وقد أخذنا في دروس سابقة عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وقلنا أنها هي من تسير حياتنا إلى الطريق الصحيح وترسيها في الموضع الصحيح، كما أرسلت سفينة الله نوح وأرسلت نبي الله سليمان. قلنا في الحمد لله أنها هي شاملة وجامعة لكل أمور حياتنا، مهما حدث الإنسان من يعني أحداث، كأنها هي العدسة التي ننظر بها، العدسة الإيجابية التي ننظر بها. اليوم إن شاء الله نتكلم عن رب العالمين، ورب يعني هو قد يتصور الإنسان أنه هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، ولكن المعنى هو أكبر من ذلك. وكما تعلموا يا أخوان أن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، والفاتحة لها مكانة خاصة في الإسلام وعند المسلمين، حيث أنها هي من أوائل السورة التي نزلت بعد العلق وبعد المزمل والمدثر. أيضا هي ركن أساسي في الصلاة، وأيضا هي ركن أساسي للقرآن، أن تفتتح القرآن الكريم. لذلك ما يذكر في الفاتحة من معاني ومن يعني كلمات هي لها أثر وأهمية كبرى. فرب العالمين، رب من كلمة مشتقة من كلمة ربب، ويعني بمعنى التربية. فيعني كأننا الله تعالى يقول أننا نربيكم حسب قوانين الله عز وجل، وليس حسب ربما الأهواء. فرب تعني هو التربية التي يربينا فيها حسب قوانين. أيضا من ربى السحاب أي جمعه وألماه، أو ربى المطر جمعه وألماه. فهناك تربية وهناك جمع وهناك إنماء في كلمة رب. كيف يتم الإنماء؟ الإنماء هو يا أخوان مثل الحضانة التي تربى فيها. ف يعني جميع أمور حياتنا تكون وفق تلك الحضانة التي يحمينا الله تعالى منها من التغيرات، بل نحن من نغير، مثل الطفل عندما يوضع في الحضانة يعطى الأكسجين، يعطى المواد الغذائية عن طريق الوريد، فيتربى فيها لحد ما يخرج منها. ولكن في 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 حالتنا نحن لا نخرج من حضانة الخالق عز وجل تحت رعايته إلى أن نتوفى. أيضا الجمع يعني يجمع شخصيتنا، يجمع يعني أطراف الإنسان. قد الإنسان لديه أهواء، لديه يعني كثير من الأشياء التي ربما تزيغها عن الصراط، فالله تعالى يجمع الباب قلبه، يجمع أطراف شخصيته، يجعلها كمركز ثقل في الكون. فهو رب يعني يربينا حسب هذه القوانين. أيضا العالمين، يعني نلاحظ أن الله لم يقل رب المشارق والمغارب، لم يقل في هذه الآية بالذات وفي الفاتحة، لم يقل رب العرش، لم يقل رب السماوات والأرض، ولكن قال ماذا؟ رب العالمين. لماذا؟ لكي يعطي يعني ربما يعني أهمية إلى هذا الإنسان. يعني السابق الإنسان غيب عن أهميته، فقالوا الإنسان ليس لك أهمية، ليس لك فائدة في الحياة. مرة يقولوا أنت جئت بالصدفة ثم تذهب صدفة، مرة يقولوا أنت فقط مجرد تطور لكرد فقد أحد أعضاء أو طرفه. ولكن تعالى يقول إن أنت يا إنسان أنت مركز الكون. أيضا هم أيضا بعض الناس يعني حاول تفكر في الكون، قال إيش هو مركز الكون؟ بعضهم قال الأرض، بعدين قال ما هي الأرض، ثم قال ثم ذلك الشمس، فبعد ذلك قال لا ليس الشمس، ثم قال بعد ذلك الكون ليس له مركز، ولكن أتى الله تعالى يقول يا إنسان أنت مركز الكون. فرب العالمين معناها رب كل من يعي وكل من يعقل. وبالتالي الإنسان يعني في البداية يعني كنا الله تعالى يقولنا إحنا جميعا انطلقنا انطلاقة واحدة، ولكن بعد ذلك ذهبنا إلى يعني اتجاهات مختلفة،
منا الصالح ومنا الطالح، منا الغني ومنا الفقير، ولكن هو رب واحد. ورب الطفل الذي ولد تحت الجسور، ورب الطفل الذي ولد في المستشفيات، رب الطفل الذي يعني ولد ولا أحد يعرف عنه، ربما تجده مرمي عند القمامة أو عند باب المسجد، ورب الطفل الذي عندما يلد توضع له يعني أرصدة في البنوك وتقام له الحفلات، رب النساء اللواتي ينفقن مئات الريالات أو مئات يعني الأموال وآلاف الأموال لأجل المساحيق، ورب النساء اللاتي يعني يكدحن من الفجر لكي يحصلن على عيش لهن وأسرتهن، رب المساجين الذين ربما دخلوا بسبب بعض الظلم لهم، ورب الآخرين الذين سجلوهم السجانين، رب أولئك الذين يعني أهداهم الله، العلماء الربانيين، ورب أولئك الذين أضلوا وضلوا غيرهم، رب أيضا الناس الذين توفوا والجثامين التي يعني تقام لها حفلات تأبين وتغطى إعلاميا وتغطى اجتماعيا، ورب أولئك الجثامين والجثث التي تذهب ولا أحد يعرف عنها، ربما في الأودية، ربما في الحروب، ربما في كثير من الأشياء. فهذا هو الرب، إنه رب كل إنسان، يعني انطلقوا من طلاقة واحدة ولكنهم تفرقوا في الحياة. فنفهم رب العالمين من هذا المنطق أنه الله تعالى هو من يربينا لي حسب القوانين التي وضعها من القرآن الكريم ومن أنبياء. يعني الله تعالى يقول: وما هو إلا ذكرى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لذلك لم يكن نذير للسماوات أو العرش، لم يكن رحمة أنبياء، ولم يكن رحمة للسماوات والعرش والمشارق والمغارب، لا، بل للإنسان. فنفهم رب العالمين من هذا المنطق أنه نحن مركز الكون، صخر. يعني كثير من الآيات ستجدوها الشمس والقمر والسماوات والأرض والليل والنهار والبحر، وين مسخر للإنسان؟ ليش مسخر الإنسان؟ أنت مركز هذا الكون. فالإنسان ما يحاول يقلل من نفسه، يعني هذه أول يعني هو تعريف الخالق عز وجل ب يعني من هو، ولكن أيضا هو يعني دفع حالنا إحنا ك ك ك ك كإنسان، أنك أنت مركز الكون، وبالتالي أنت يعني من تعطى هذه الأهمية. فلذلك الإنسان بعد ذلك قد يكون يجد نفسه أنه فعلا له أهمية، وينطلق انطلاقة قوية ويعرف قدره من أول آية في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحيم: الحمد لله رب العالمين. هذا نقرأه كم؟ 17 مرة في اليوم على أقل تقدير، هذا اللي مثلا بعد أو من غير نوافل. فهذا هي يعني معنى رب العالمين ومعنى الحمد لله رب العالمين. هناك حمد وهناك يعني عدسة إيجابية، وهناك رب يربينا، وهناك عالمين احنا مركز هذا الكون وثقله. فهذا ما حببت أن أذكره في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على تدبر آيات القرآن الكريم وعلى الحصول على أكبر قدر من الفهم ومن الهداية. أسألكم الصحة والعافية، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ورائدنا وقائدنا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا.